الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأحيان تكون متصل بشبكة واي فاي بجهازك الكمبيوتر أو اللابتوب وتريد أن تعرف كلمة السر لكي تستطيع أن توصل جهاز آخر على الشبكة أو هاتف وغيرها، ولكنك لا تعرف ما هي كلمة سر الواي فاي الذي أنت متصل به أو ما هي الطريقة التي تستطيع أن تعرف بها كلمة سر الواي فاي الذي أنت متصل به. إذا كنت تريد أن تعرف الطريقة تابعنا. طريقة معرفة كلمة سر الشبكة التي أنت متصل بها: افتح قائمة ابدأ، ثم ادخل إلى الإعدادات، ثم اذهب إلى الشبكة والإنترنت، ثم اذهب إلى تغيير خيارات المحمول، ثم اضغط على الواي فاي دبل كليك، أو اضغط بالزر الأيسر للماوس ثم اضغط على الحالة، ثم اذهب إلى خصائص الشبكة اللاسلكية، ثم اذهب إلى الأمان. هنا يقول لك مفتاح أمان الشبكة، اضغط على إظهار الأحرف. هذه كلمة سر الواي فاي الذي أنا متصل به حاليا. تستطيع كتابتها في أي جهاز آخر وسوف يتم توصيله بالشبكة. وهنا اسم الشبكة الذي أنت متصل بها. وبهذا نكون قد انتهينا من التعرف على طريقة معرفة كلمة سر الواي فاي الذي أنت متصل به. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الشرح. لا تنسنا من المشاركة والإعجاب بالفيديو، وإذا كنت جديد على القناة أتمنى أن تشترك فيها حتى يصلك كل جديد. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.